لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي يقوده في التضمير، بينما يلي صوغان في المركز الثاني. لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرطي ياتي مضمرا مع ال هناك. نعود إلى المركز الثالث، والمركز الثالث يتقدم فيه النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم المسافري الذي يتولى عملية تضميره، بينما المركز الرابع هناك تدخل في هذه اللحظات. نشوف المركز الرابع والدخول على رابع المراكز في هذه اللحظات. شاهين شاهين لسمو الشيخ عبد الله بن صقر النعيمي يضمره مشاهدينا الاعزاء، ولا بن بخيت البلوشي الذي يتولى عملية تضميره، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات والمركز السادس صوغان وهملول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب يضمرهم سري بن سالم بالعرطي، بينما المركز السابع وصل فيه الحساس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن شينان المري يتولى عملية تضميره، بينما المركز الثامن ثامن المراكز في هذه اللحظات مشعل تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي ضمره، والمركز التاسع في هذه اللحظات المركز التاسع وصل في شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ويضمره خالد بن المر. نتواصل مشاهدينا الكرام في هذه المسيرة، نتواصل في هذا الانطلاق في التحدي والإثارة هنا صدارة هذا الشوط. والمركز الأول صوغان من يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري الحساس. من يأتي على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبيد بن شينان المري، وفي المركز الثالث بهذا الانطلاق الجميل النخلي النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري. وهناك الانطلاق من هملول ويأتينا شاهين بهذا الانطلاق، الاثنين ايضا بهذه الانطلاقة في المركزين الرابع والخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا المضمر السيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري ابو حمد دافع باكثر من عتاد في هذا الشوط البحث عن الفوز وعن الناموس. المركز السادس شاهين سمو الشيخ عبد الله بن صقر النعيمي مولى بخش البلوشي في تضميره في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. نتابع المركز السابع، والانطلاق هنا على سابع المراكز والتحدي بهذا الأداء الجميل من هجن العاصفة. من تدخل بهذه التحديات هو الإثارة مشاهدينا الكرام هنا بهذا الانطلاق مع المعري بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والوصول من شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خالد بن المر بن حلوة الاكتبي بهذا الأداء. المركز التاسع هناك مشعل من يأتينا بهذا الانطلاق يشتعل هنا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي وشهاب، عاشرا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق المميز والجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى الحساس المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبيد بن شينان المري. هنا عمدة المضمرين يسيطر بهذا الانطلاق المميز هو الجميل على الصدارة على المقدمة. أرى الوصول من المعري
من انطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق. هنا ينطلق بهذا الأداء الجميل وصل شاهين، وصل شاهين أيضا، وعلامة الجودة تتواجد على رأسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لاكتبي بهذا الانطلاق الجميل. وشهاب قادم، شهاب قادم بكل قوة، عين على المراكز الأولى من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وشاهين القادم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم، هنا مع الكيلومتر الأخير بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لاكتبي خماسية جميلة، خماسية جميلة، ولكن الصدارة الصدور الصدارة والمقدمة والمركز الأول هناك شاهين من انطلق على الصدارة، شاهين وشهاب قادم، شاهين وشهاب قادم، شاهين وشهاب، شهاب يتسلل بهذه اللحظات، يتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بيضيف النقطة الرابعة في هذه الأمسية التراثية الجميلة إلى هجن العاصفة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. إذا شهاب المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، الملاحقة هنا من شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خالد بن المر بن سعيد بن حلوة، وشاهين قادم على المركز الثالث هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. ها هو شاهين شهاب، ها هو شهاب على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة ومالك سيدي مشرق حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوب على فوز شهاب بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين ما وصل على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان محمد بن راهب بن سعيد مكتوم، المركز الثالث شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع الحساس لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، ومثير من أتانا على المركز الخامس سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود إلى التوقيت الزمني هذا الانطلاق المميز والجميل ولحظة وصول شهاب إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس قاطع هذه المسافة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الانطلاقات المتميزة. 7:50 جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني لشهاب ولحظة وصوله إلى خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني كان من نصيب شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. 7:53 وفاء وتماما وكمالا توقيت الزمني، وشاهين كان من نصيبه المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خالد بن سعيد بن المر بن حلوة. تهانينا لو الناموس على هذا الأداء الجميل في هذه الأمسية التراثية. 7:53 جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني.